الحالة الاجتماعية. أما بيجي أقول لك إذا أتاكم من ترضون دينه، واحد حافظ قرآن يا دكتورة سوزان، أنا أبويا أستاذ في الجامعة وأمي وكيلة وزارة وأنا حافظة قرآن، والست بتشتغل عندنا، الست بتشتغل عندنا جوزها بيشتغل ساعي في شركة وابنها حافظ القرآن، ينفع أنا أجوز بنتي لها؟ ما هو من ترضون دينه، والولد حافظ قرآن وبيروح يصلي في الجامع وأخلاقه كويسة، ينفع أجوزها له؟ ما هو دينه أهو، ينفع؟ ليه؟ عشان كفاءة الاجتماعية. إذا جاءكم من ترضون دينه فين؟ في مستواك الاجتماعي. أنا دايماً بقول بعيد وبكرر، لو أنت بتاكلي على سفرة خدي واحد بياكل على سفرة زيك، ما تاخديش واحد بياخد على طبلية. لو أنت بتاخدي على بتاكلي على طبلية خدي واحد ياكل على طبلية زيك. ما تاخديش واحد ياكل على سفرة، مش هينفع. مش هينفع. أنا مش عايز أقول دكتور زين، دكتور زين أنت برجوازية دكتور زين ولا اسمها إيه؟ أنت دكتور زين؟ لا، الجواز يا أولاد مش واحد وواحدة. الجواز أسرة في أسرة، عيلة في عيلة، ودي ده من الحاجات المناسب، الشخص المناسب. قلبك ما يتفتحش غير لما ابقى عارفة الولد ده اجتماعيا زيي ولا لا، وبيبان صح؟ بيبان قبل ما اديله فرصة يقول ان معجب بيا ولا كلام كده. انا بشمشم، ايوه حضرتك احنا كلنا مروحين ومش عارفين انت رايح فين. لا انا ساكن في الحتة الفلانية في امبابة. طب انا ساكنه في الزمالك، طب هينفع كده؟ هو باباك بيشتغل معانا هنا في الشركه؟ باباك مهندس برضو؟ لا انا بابايا بيشتغل مثلا كذا وظيفه بسيطه في موظف في كذا، سواق في سكه حديد. طب انت باباك استاذ في الجامعه. طيب هل هينفع كده؟ باباكي هيوافق على حاجه زي كده؟ ممكن يوافق تحت تهديد السلاح صح؟ والجوازات دي لا يمكن، بعيد وبكرر زي ما قلت قبل كده، اي جوازه الام والاب مش موافقين لا يمكن ربنا بيبارك فيها، لا يمكن لا يمكن. واياكم وكسر قلب الام والاب بالجواز، اياكي. من ترضعنا دينه في المستوى الاجتماعي بتاعي صح؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قال كده، بص بقى قال ازاي. تخيروا لنطفكم، تخيروا لنطفكم فانكحوا الاكفاء. الاكفاء ايه؟ مش كفاءه اجتماعيه بس او كفاءه دينيه بس، ده في كفاءه دينيه وكفاءه اجتماعيه وكفاءه ثقافيه. حبيبتي واحده بنت مره فاتت شافت بتكون قاعده معانا هنا النهارده، جايه بتقول لي هي بكالوريوس معيده في كليه العلوم او بكالوريوس علوم، ومتقدم لها واحد ما بيعرفش يقرا ويكتب. انا سكت، قلت لها ماما قالت ايه؟ قالت لي ماما قالت لي اسالي دكتوره سوزان. قلت لها انا مش موافقه، عشان انا ببص ليكي زي ما ببص لبنتي صح؟ قالت لي ماما قالت لا برضه يا دكتوره سوزان، وقالت لي هتقول عليه دكتوره سوزان انا همشيه. قلت لها لا، مش عشان جواز وخلاص تقول لي اصل سني اصل مش عارفه ايه. لا دكتوره سوزان، يعني هنتجوز بطل التنسيق يا دكتوره سوزان؟ هنتجوز بالمجموع؟ انا امتياز ما اخدش واحد جيد جدا؟ انا كليه قمه ما اخدش حد تجاره مثلا؟ لا ما قلتش كده. انا تعليم عالي اخد حد معاه اعداديه؟ لا. ليه؟ ليه يا ولاد؟ طريقة التفكير، طريقة التفكير تختلف تماما. غير كده بقى في حاجة في الدين في الزواج عندنا اسمها القوامة، اللي تبقى هو ايه؟ الكلمة كلمته. مش ممكن هتخلي الكلمة كلمته إلا إذا كان مالي عينيكي صح ولا مش صح؟ واحد ما بيعرفش يقرأ ويكتب، واحد ساقط إعدادية وأنت معاكي ماجستير أو خريجة كلية وكلية تعليم جامعي، هتتفاهموا ازاي؟ فهي طريقة التفكير فيها مختلفة تماما. فتخيروا لطفيقكم فانكحوا الأكفاء
ونكحوا اليهم، يعني انكحوهم وجوزوهم، جوزوهم انتوا ايه وجوزوا منهم. تخيلوا تفيقهم النطفه، النطفه اللي هي الحيوان المنوي عند الرجل والبويض عند المراه. يعني بيقول لك شوفي انت هتحق، يعني الواحد هتجوز بنتك لمين؟ وشوفي هتجوز، وشوف هتجوز ابنك لمين؟ اختاري. انكحوا الاكفاء، اكفاء يعني ايه؟ كفاءه زيكم مستوى اجتماعيا ودينيا وثقافيا. ونكحوا اليهم. الحديث الثاني اياكم وخضراء الدمن. فقال وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المراه الحسناء في المنبت السوء. هي دكتوره سوزان بنت كويسه وبتصلي مش عارفه ايه بتاع وكلام كده، لكن ابوها تاجر مخدرات وامها في سجن تاجر مخدرات. المهم البنت، المهم البنت، لا ما ينفعش. وانا اذكر كده كانت في واحده جات لي اخوها ارتبط، عاوز خطب بنت احد الفنانين، فنانين مات رحمه الله عليه. يعني البنت دي بالصدفه دي البنت، البنت دي بنت الفنان ده، انا كنت اعرفها لان كنت اعرفها قريب، يعني اعرف اعرف البنت، يعني بتحضر معانا هنا وبتاع وكلام كده، بنت ملتزمه ولابسه شرط وبتاع وبتحفظ قران وكلام كده. بس البنت عيلتها الفنان ده بقى وعيلتها بقى خالتها وعمتها ومش عارفه اي حاجه بقى، عالم تاني خالص. فهي جت بتقول لي هو ماما ما كانتش موافقه عشان باباها كده والوسط اللي عايشه فيه كده وبتاع. قلت لها بس ده البنت كويسه، حاولي ادوها فرصه وكلام كده. فقالت بس هو بيحبها قوي دكتوره سوزان. قلت له ماله بنت كويسه، انا عارفاها البنت كويسه، ما اعرفش اهلها بس ايه من وسط يعني اعرف الاسامي بتاعت العيله بتاعتها يعني. ف المهم البنت اختفت وخطبها وبتاع وكلام كده، وبعدين اختفت الموضوع بين البنت رجعت تاني. بقول لها اخوك عمل ايه وبتاع؟ قالت لي ما ينفعش يا دكتوره سوزان. ليه يعني؟ بتقول لي هي البنت كويسه، بتقول لي بس الوسط اللي حواليها يعني يبقى مثلا في اجتماع وكلام كده يحطوا خمر، عاملين غدا وعاملين يحطوا خمره، في افراح وكلام كده يتحزم ويرقص والسجاير ومش عارف يتحزم. هي البنت ما بتعملش، لكن ايه؟ اهي دي الايه؟ خضراء الدمن، المراه الحسناء، المراه الكويسه، حسناء يعني حلوه يعني، الكويسه في ايه؟ منبت السوق. كنتوا فاهمين المكانه الاجتماعيه دي؟ العيب وقرر ملهاش دعوه بالغنى والفقر. ومش لازم يعني كل انت بتشوف حسابك في البنك قد ايه وحساب في البنك قد ايه، لازم تكون ساكن سكان محافظه الجيزه، مش لازم كده افهمه. دي بتعرفيها ايه؟ بتعرفيها لما بتروحي تعوزي مع الناس. يعني ممكن ناس يبقوا ماديا اقل منك جدا جدا، بس تحس ان هم ايه؟ راقيين، متعلمين، بيعرفوا يتكلموا، وراجل تاجر كده معلم ولاده كلهم، والست ست اصيله كده بتاعت يعني يمكن بتعرف سر وتكتب، لكن ست بتعرف تتكلم وكريمه كده في بيتها، راقيين. يمكن ناس اغنياء يعني يبيعوكي ويشتروكي وتروحي ما تعرفيش تتكلمي معاهم انتوا الاثنين على بعض، صح؟ بطريقه التفكير وطريقه الكلام والهرجله. تفهمين يا اولاد؟ دي اللي بقول عليها مكانه اجتماعيه، ملهاش دعوه بالغنى والفقر. دي مهمه جدا، عشان لو باباكي قال اصل مستواهم الاجتماعي، مامتك قالت اصل مستواها الاجتماعي، يو يا ماما بقى انا مالي ومال امه، وانا اجوز امه انا مالي ومال ابوه. لا لا يا اولاد، او ندي فرصه ما نتسرعش، مفهوم؟ دي المكانه الاجتماعيه. زي ما قلت الحاله الاجتماعيه لا تعني بالضروره الغنى والفقر. الحاله الاجتماعيه ممكن تتعرف عليها عن طريق الابوين، لازم حد كبير. ما ينفعش انت تقولي الحاله الاجتماعيه زي ما حكيت لكم مره فاتت على الولد اللي خد امه وخالته وراحوا شافوا البنت، عن طريق الابوين او قولي الامر لخبراتهم وحكمتهم. احنا بقى بيلقطوها بقى من طريقه رد، من طريقه قعده، من موقف معين، ما بتحكي حكايه، من اكسنت، من لهجه وهي بتتكلم بيها، بتقدري ايه؟ بتقدري تحكمي. كبار يقدروا يحكموا.